نرحب بكم مره تانية اعزائي المشاهدين، ونرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا كابتن ناصر، ازي حضرتك؟ تحياتي لك كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناتنا الاهلي في كل مكان. تحياتي لكم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن عادل عبد الرحمن، وكابتن احمد ناصر. خير يا كابتن. في البدايه طبعا بقول مبروك لنادي غزل المحله وهارد لك للنادي الاهلي. هنروح لطاقم التحكيم سريعا، وهو كان بقياده الحكم الدولي محمد معروف اللي هو ادار المباراه، وهنتكلم فيه عندنا بعض الاحداث. بس نشوف الاول، كان معاه محمد محمود لطفي مساعد رقم واحد، خالد السيد من اسكندريه مساعد رقم اثنين، وصالح سلامه من منطقه الدقليه الحكم الرابع. كان على الفار موجود سيد شعبان وابراهيم محجوب، ودول حكام من الحكام الصغيرين يا كابتن احمد اللي يعني هنتكلم ونشوف الفار. ولكن انا قبل ما اتكلم في المباراه لابد ان انا بتكلم في حاجه مهمه جدا، وهي ثقافه تعيين الحكام. النهارده بعين الحكام على حسب اهميه المباراه يا كابتن، وبقى عندي جدول ازاي بحط الحكم في المباراه، وازاي الحكم هنا ممكن المباراه دي ما تركبش عليه، ومين احط مين في الفار، حكم عنده خبره، لان الحاجات دي كلها في الاخر خالص بتاثر على نتيجه المباراه. فبنتكلم على ثقافه التعيينات، لابد تكون ثقافه التعيينات واحده بمعيار واحد، ودي بدايه كلامنا. ولكن احنا عندنا كلام كتير جدا جدا يا كابتن علاء، وهي الصوره اللي هتتكلم مش احنا اللي هنقول. هنروح للحاله الاولى وهدف نادي غزل المحله كابتن احمد، وهل هناك خطا من لاعب نادي الاهلي اللي هو تم احتساب مخالفه وجي منها الهدف. نشوف الحاله الاول. انا السؤال هنا، ايه هو اللي ارتكبه رامي ربيعه في هذه الحاله؟ ده السؤال الاولاني. انا لاعب نجحت في لعب الكره، انا عندي امكانيه انا اوصل لكورتي، نمشي على طول في اللعبه، هنجيب اللعبه لايف ونمشيها على طول من اول، نمشيها على طول. بس ايه المخالفه هنا يا كابتن؟ وقطع الكره قبليه، انا وصلت لكورتي وعندي امكانيه ان العب وعندي فرصه ان انا العب والكره عندي قدامي، رحت على كورتي، هل انا ارتكبت مخالفه؟ شكلا حاول يخبطه وما خبطوش خالص. انما في فرق بين ان انجح في لعب الكره تمام، او اما انجحش في لعب الكره واعمل اللي هي الرجل مرفوعه والرجل تيجي في اللاعب اللي هو اللاعب المنافس، وبالتالي تبقى هنا المخالفه. شايف ان هنا نمره واحد هنا خطا غير موجود في هذا الفاول اللي اتحسب على رامي ربيعه، وشايف ان هنا هذا الخطا اثر بان هو جه منه هدف نادي المحله، ودي الحاله كانت الحاله الاولى. والحكام لازم يا كابتن تتفرج شويه على الدوري الانجليزي يعني والدوريات بتاعت اوروبا، خد بالك هنا الحكم هنا باللمس بيحسب، يمد رجله يحسب اي حاجه. لا الحكام يا كابتن احمد لابد يكون في معيار واحد، يعني معيار للكل، ولا القانون مختلف شويه من الدوري المصري للدوري، عشان بس هقول لك على حاجه، لان انا بشوف حاجات كده هنا في الدوري المصري. النهارده بنتكلم مع كابتن احمد، اتفرج على الدوري الانجليزي يا كابتن احمد. لا مش الدوري المصري، في بص في حكام كتير قوي مع النادي الاهلي بيدوا اللي هي الحته بتاعت ايه، لو فيها شك يدوا على النادي الاهلي. ايوه مش لازم عشان يفرض شخصيه، عشان لازم الفاول بتاع النادي الاهلي او البنالتي. الكابتن بيقول لك ده ما لمسوش، فبيقول لك في شك، قطع الكوره عادي. كابتن عادل، كابتن عادل، انا النهارده ما اخش بشكل الحاله، انا كحكم النهارده لابد ان ابحث عن التفاصيل، ماذا ارتكب رامي ربيعه في هذه الحاله؟ ما ارتكبش حاجه خالص، شوف لعيب المحله. انا رحت الكرة واستخلصت كورتي ولعبتها، لعب المحله ما اعترضش حاجه. بتحسب فاول على مين؟ ما اعترضش على فين؟ انا هنا فاول غير موجود، جه منه هدف، ودي اول حاله موجوده معانا. هنروح للحالات، واحنا قلنا دايما يعني داعمين من خلال قناه النادي الاهلي، داعمين للتحكيم ولجنه الحكام، وانا يمكن الحكام كلها اخواتي وحبايبي، لكن لما يكون في اخطاء تحكيميه نتيجه اختلاف المعايير يا كابتن علاء، لا لابد ان احنا نشرحها. ليه؟ نشرحها عشان خاطر الحكام ما تقعش فيها، ونشرحها لان في لجنه حكام ولجنه فنيه المفروض تشتغل مع الحكام شويه، يعني الانديه بتشتغل مع لعيبتها، ولابد ان لجنه الحكام النهارده تشتغل مع حكامها سواء حكام البار او حكام الميدان. نروح للحاله اللي بعد كده. يلا. هنشوف معيار احتساب المخالفات والعقوبات الانضباطيه. الحاله دي نرجع تاني ونشوف، وخلي الكابتن شريف او الكابتن عادل يشوف هل هنا في مخالفه ولا مفيش؟ ستوب. هرجع تاني. نرجع. تمام. هات لي ارتكاب المخالفه الرجل. مش نمشي. ستوب. هنا ايه؟ فاول. ده انذار. هنا بنقول عليها التهور، ودي يمكن اقصى درجات تهور بندي فيها بطاقه صفر. بتكلم على المعايير الواحده في احتساب المخالفات والعقوبات الانضباطيه. يبقى انا عندي هنا انذار، هنشوف الانذار بواليا ونشوف هل هو بالظبط زي هذه اللعبه ولا لا.
يلا خلينا نروح للحلقه الثانيه. هنا عندي انذار مفقود في هذه الحاله. نروح دي خلاص ادي لعبه ثانيه. تمام نروح للحلقه الثانيه. انذار بوالي نشوف. نرجع هنا انذار بوالي اخذ انذار. شوف الفرق بين اللعبتين كابتن علاء بن نبي، من فضلك تقول لي ايه الفرق بين اللعبتين. يلا هاتنا الحاله. ها دي محاوله اشتراك مش بالزبط. اشتراك ايهما اصعب في المخالفه كابتن احمد؟ الاولى ولا دي؟ الاولى الاولى لم يشهر البطاقه الصفراء، وهنا اشهر البطاقه الصفراء. دي المعايير اللي احنا بنتكلم عليها لابد تكون واحده للحكم وللفار. يلا خلينا نروح للحاله اللي بعد كده. يدوا ضد الاهلي على طول. يلا دي فيها فاول باينه جدا. ها فاول هذه المخالفه لم تحتسب اصلا. دي مخالفه من المخالفات. الشوط الاولاني كان فيه اكتر من مخالفه لم تحتسب على دي. حاجات بسيطه على فكره، الحاجات اللي هي صعبه جايه في الحالات اللي بعد كده. مخالفه لم تحتسب لصالح قفشه، واحنا بنتكلم احنا ما بنتكلمش على التحكيم ولكن بنتكلم على المعيار الواحد في احتساب المخالفات. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. تعال حد يقول لي هنا في ركبه في فقد وفي ايد. نرجع تاني. دي بينالتي ضرب جزاء صحيح. ستوب هنا. انا وانا بجري كلاعب رايح لكورتي بسرعتي، هل الفقد هنا او الركبه هنا؟ نمشي نمشي. نرجع تاني. ايوه واضحه هنا جدا. اعاقه دي ايه يعني؟ سؤال بنالتي. بس اين الفار من هذه الحاله بالقياس بالحالات الاخرى؟ صحيح. اين غرفه الفار من هذه الحاله؟ يا سيدي يا سيدي ده انت جبته في الحاله بتاعت حسين الشحات. ما رجعلوش. تمام يا فندم. ما بيجيبوش للاهلي. جبته في حسين الشحات. هات لي اللقطه دي تاني بعد اذنك. تاني. الفار ما بيروحش للنادي الاهلي. تاني يلا اللي بعديها. ستوب. بنالتي رسمي. خش ماشي نمشي. ايه الرجل دي؟ الفخذ ده عمليه يا كابتن علاء. بنالتي رسمي. ها. لازم لازم يا كابتن. ما بص يعني هنا واضح من بدايه اللقاء ان هو اللي عايز ياخد القرار. يعني في اكتر من لعبه مش عايز يعني مش عايز يسمع. هو دايما اللي رايح. انا لا انا هحسب مش هحسب. تمام. انا بتكلم كابتن احمد على ايه؟ انت تقنيه الفار انت قاعد ليه؟ الرؤيه يا كابتن احيانا ما بتبقاش واضحه. انا قاعد بالنسبه للفار علشان دي هو الطبيعي انه يناديه. ممكن على فكره ممكن يعني بالزبط. واضح النهارده ان الفار بيناديه في اكتر من كوره وهو مش هو مش عايز هقول امبارح اللي حصل. شفنا الفار امبارح بيزعج الحكم في حاله من الحالات يعني ده استدعوا ولكن استدعوا الحكم بتاع الزمالك جهاد جريشه حكم كبير ده استدعوه في البنالتي اللي هو يعني الطبيعي ما يتحسبش. صحيح جهاد جريشه لا يتاثر بضغوط ولكن في الدقيقه 88 تم استدعاء جهاد جريشه في مخالفه داخل الصندوق. اعتقد الكل قال عليها ان ما فيش فيها اي مخالفه وبالتالي رجع جهاد جريشه احتسب المخالفه ركله. لا بص انا هشرح لك حاجه يا كابتن. في اوت جالنا احنا لاعب المحله مسك الاوت اللي هو لينا احنا وراح يقول للحكم الفار. احنا مش هلعب الا لما تروح تشوف للفار. انت خدت بالك من الشوط الاول ده اعتراض واخد بالك انت والمحكم رايح له يكلمه وبيتكلم معاه عادي جدا ولكن القانون بيقول ان حاجه زي دي المفروض فيها انذار لازم يعني لازم يكون في بطاقه ومش الاوت بتاعه رميه التمات وبيتناقش معاه وبيامره يروح يشوف الفار بالظبط. يبقى عندنا هنا كابتن ايمن ركله جزاء لم تحتسب لصالح مين؟ محمد هاني. اعتقد صحيح. يعني الصوره واضحه واحنا يعني ما بنتكلمش غير بالصوره اللي موجوده عندنا ومن خلال الصوره بنحكي. السؤال الفار فين من هذه الحاله؟ نروح للحاله اللي بعد كده. يلا. اصعب من بتاع الضرب ده بيأثر على اللعيبه كمان يعني. احنا عندنا هنا ثلاث مخالفات تم ارتكابهم بتهور لم يشهر الحكم فيهم البطاقه الصفراء. ولكن في لعبه بواليه تم اشهار البطاقه الصفراء. ده اختلاف المعايير من فضلك لحكام مصر. خلي معاييرك واحده في احتساب المخالفات وفي العقوبات الانضباطيه. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. حالة من الحالات المهمة جدا 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 دايما بنقولها لحكامنا كابتن علاء مهمة جدا ونقولها للمدربين واللاعبين. واعتقد المدربين واللاعبين عندهم ثقافة ان الحالة ديت هي حالة طرد طبعا وليس طقس مباشر. وحاول طرد ليه؟ أول واحد حاول طرد ليه؟ يلا ستوب. انفراد ومواجه هرجع تاني. فرصة محققة ستوب. بنتكلم على الفرصة المحققة. فرصة ايه هي الفرصة المحققة كابتن علاء؟ ليها معايير مش بنحكم عليها كده. ايه المعايير؟ نمره واحد الاتجاه العام للعب. الاتجاه العام راح فين؟ المرمى. ادي واحد مباشره. نمره اثنين داخل نتكلم على
تمركز المدافعين، هل هناك مدافع اخر يقدر يقابل محمد شريف؟ ده اخر مدافع. اخر مدافع فين؟ ابعد واقرب مدافع هو ده. ان لم ترتكب هذه المخالفه ستوب. كابتن احمد بلال انت كنت مهاجم معاك طبعا. ان لم ترتكب هذه المخالفه معاك انت عندك امكانيه تعمل ايه؟ انفراد. جاوب انفراد تجيب جول. طبعا انفراد. انفراد كامل. يبقى انا بتكلم في اربع معايير. الاتجاه العام موجود ادي واحد. نمره اثنين تمركز المدافعين. المدافع هناك بعيد. ومحمد شريف هيوصل قبله ويروح انفراد. نمره ثلاثه السيطره المستقبليه او السيطره. عنده امكانيه ان هو يروح مسافه. كره قدامه هيسند ويروح ويروح ويروح. دي سيطره مستقبليه. يبقى فيها مشكله؟ مفيش مشكله. نمره اثنين المسافه ما بين ارتكاب المخالفه والمرمى. المسافه ما بين ارتكاب، احنا بنتكلم في اربع معايير يا كابتن علاء. المسافه اهي تقريبا على قوس منطقه 18. اذا المسافه مش جايه من بعيد، المسافه جايه من ايه؟ هذه الحاله. السؤال هو ده مش قانون يا كابتن. اين ده كان يا كابتن؟ احنا بنحفظه للحكام يعني. اصلا هو هو بيحسب يعني هو بيحتسب المخالفه دي مش طبيعي. هو عارف وبيحتسبها ليه بالظبط كده كابتن احمد؟ احنا بنقول الحكام ايه؟ الفرصه المحققه لتسجيل الهدف عندك لاربع معايير. لو الاربعه متوافقين وموجودين في الحاله بدون تردد اشهر الحمراء. بدون تردد اشهر ايه؟ الحمراء. احنا قلنا الاربع معايير موجودين. اتجاه العام واحد موجود، السيطره موجوده المستقبليه. نمره اثنين المسافه ما بين اللاعب او اللعب وحرق والمرمى قريبه. نمره ثلاثه تمركز المدافعين. وقلنا هذا المدافع لا يمكن ابدا بكل مقاييس ان هو هيوصل وهيقابل محمد شريف. لمحمد شريف لو لم ترتكب هذه المخالفه يعني لو ما كانش سقط كان خد السند وكان راح وكان جاب. دي حاله من الحالات أربعة. كان يجب طرد لاعب المدافع. واين الفار من هذه الحاله؟ صح. الحكم في الملعب يمكن اللوكيشن عنده يختلف. يمكن انا كحكم في الملعب ما اشوفش اللقطه ديت. انما انت كفار عندك اللقطه اللي هي ايه؟ زي ما كابتن سيد بيقول ايه؟ ده انت عندك الجواب والاجابه وعندك الحاله التحكيميه اللي موجوده. حاله كان يجب فيها طرد. انت عارف اداله الانذار امتى؟ بعد دقيقه ونص من اللعبه دي بالظبط. دي حاله كابتن علاء ما فيش فيها اخر الفاول. بتكلم بجد اداله في الاخر انذار. لا ما ينفعش يبقى في حاله فرصه محققه فيها المعايير الاربعه والحكم لا مشهر بطاقه والفار ما يجيبش الحكم فيها. يلا نمر اللي بعد كده نروح للحاله اللي بعد كده. طيب السؤال هو انت جبت الفار جاب الحكم هنا كابتن عادل؟ انت جبت الحكم هنا. انا بس قبل ما اتكلم في الحاله، طب ما جبتوش ليه في الحاله الاولى بتاعت محمد هاني؟ علشان متاكد ان دي مش بنالت، لكن بتاعت محمد هاني بنالت. ما يجيبوش كابتن النادي الاهلي دجله اكتر من ثلاث مباريات اتعادلت فيها من الفار. ما فيش فار بيجي لك. هرجع تاني. انت 17 ماتش ما جالكش الفار ولا مره جابك. بعيد عن الا يجي مره. بعيد عن كابتن احنا هنا مع الحكام. والله مش مع الحكام، بس انا بسال سؤال. هو انت يا فار ليه ما جبتش ليه الحكم في لعبه محمد هاني عشان هو ياخد القرار ويشوف؟ ايوه ما وجبته هنا اللاعب الحاله ديت الفار سيد شعبان جاب الحكم. متاكد ان نروح للحاله ونشوف نرجع ستوب. كابتن انا هنا رايح زقيت الكره ناحيه اليمين تمام. انا كلاعب المفروض اروح فين؟ كلاعب منافس مدافع روح على الكوره. ما اروحش للكوره. على الكوره. على كورتي. ما اروحش للكوره. يبقى هو ده التنافس الصحيح. يبقى انا هنا التنافس على الايه؟ هو راح على جسمه اساسا وليس على منافس. وليس على منافس. نشوف الراجل ده نشوف الكوره راحت فين. يلا نمر. ودي مش كتف في كتف. نرجع تاني. بص يا كابتن يلا مشي على طول مشي على طول. يبقى انا النهارده انا ما رحتش على كورتي. يعني انا يا كابتن لو انا رحت على الكوره وخدت استحواذ او حطيت رجليا فيها وحصل اللي حصل يبقى انا النهارده عندي فرصه اللعب وبالتالي انا رحت لكورتي وخدتها. ولكن انا بقول في الحاله ديت نروح تاني ونشوف حسين الشحات راح وهنا اللاعب راح في سكه اللاعب المنافس وبالتالي ركله جزاء ايضا لم تحتسب لصالح حسين الشحات في هذه الحاله. يعني انا عندي ركله جزاء طبعا محمد هاني ليه ركله جزاء لم تحتسب. حسين الشحات هنا ركله جزاء لم تحتسب. بطاقه حمراء مفقوده في الفرصه المحققه في الشوط الثاني. في الشوط الثاني اختلاف المعايير في المخالفات في الصفره. فاول مش فاول دخل منه هذا في الصفره. في الصفره احتساب مخالفه لا توجد المخالفه. انا بلعب النهارده بنتكلم على الدوري الانجليزي والدوري الالماني والخمس دوريات الكبرى بنشوف فيها التحامات كثيره جدا ولكن صح. انا النهارده رامي ربيعه نجح في لعب الكره ولم يرتكب اي مخالفه اطلاقا مع اللاعب المنافس صحيح. وبالتالي تم احتساب مخالفه غير صحيحه صحيح. وتم تسجيل منها هدف. فهو كابتن ناصر هنطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل على حاله بقى عايزينك
تقول لنا لما تشوفها حالتها ايه وتشوف شكلها ايه بعد الفاصل ان شاء الله. تمام يا كابتن، ارجوكم وانتظروا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن ناصر هيجي لنا حاله دلوقتي وعايزين تعليق حضرتك عليها. ماشي، نعرض الحاله. اتفضل يا كابتن. شريف ده محمد شريف. يس ستوب. نفس الشيء بنتكلم في الفار، واحنا جايبين الفار ليه؟ ده السؤال. ايوه هذه الحاله هنا القدم في القدم. خلي بالك بص للحكم وراه. تمام؟ جهاد جريشة ربما هو كابتن جهاد جريشة ربما ربما هقول تاني كابتن هقول تاني هو باصص فوق ماشي ما باصش تحت ما شافش التفاصيل. ما انا جاي اهو، ما انا جاي لحضرتك اهو. ماشي ما شافش التفاصيل هنا ماشي. هنا ما شافش التفاصيل. نمشي كده شويه هقول لك تفسير جهاد جريشة ايه. ستوب. هو قال ان اللاعب هنا نجح في لعب الكوره، ده تفسير جهاد جريشة. ايوه لان هو ما وصلش التفاصيل. تعالى طب تقنيه الفار. حضرتك انت قاعد في الفار هنا قاعد تاني. هقول زي ما كابتن سيد عبد الحفيظ قال، انت راجل بيديك الامتحان وبيقول لك خد الحل اهو بتاعه. انت عندك الحاله قدامك بيغششك بيقول لك ايه، ادي الحاله التحكيميه نشوف هنا في مخالفه ولا ما فيش. المخالفه موجوده وكان لابد ان الفار يرجع يجيب الحكم. والفار اتدخل امبارح بالظبط. انا بتكلم في كابتن ايمن ايه، انا بتكلم هرجع تاني برضك من فضل لجنة الحكام. من فضلك انتوا عندكم لجنة فنية، ناس على مستوى عالي جدا جدا من الخبرات، ناس على مستوى عالي جدا من الدراسة. من فضلك لابد انك انت النهاردة تنشر الثقافة التحكيمية، تجيب الحكام تاني، تدي محاضرات للحكام، تنشط شوية حكام الفار. يا جماعة لازم أن يكون المعايير واحدة سواء كان لحكم الميدان او حكم الفار. وهنا برضه بنتكلم طارق حامد امبارح دي في عبد الله السعيد دي مش بالظبط بالظبط. ده اللي احنا بنتكلم فيه النهارده. يعني انت لما يكون عندك النهارده جهاد جريشة حكم دولي والصباحي قاعد على الـ على الـ على كابتن صباحي قاعد على الفار والراجل ملوش علاقه بالكوره خالص. هو ملوش علاقه بالكوره، ده بيدي بوكس قدامه بلال كمان كان قدامه. ده بيدي بوكس، ما هو حسبها يا كابتن، ما هو حسب فاول. هو حسب فاول، ما هو حسب فاول يا كابتن. يعني شايف داخل بيضرب يعني بالبوكس. يعني هو دي لو في اوروبا كابتن هو طبعا من غير ما يحتاج. يعني في حاجات كده ما ينفعش تقولي انا مستني الفار فيها يا كابتن. في حاجات بالزبط. انت على طول ليه قرار مباشر بالظبط. ما ينفعش انت تسيبه في الملعب قاعد في الملعب بعديها. زي ما كابتن احمد بيقول يا كابتن، انا لاعب يحمل البطاقه في الدقيقه 46. هو مين اللي اداله البطاقه؟ مين اللي اداها له؟ الحكم كابتن. اذا انت بتخاف على اللاعب ليه؟ اللاعب اصلا مش خايف على نفسه. صح. انت كحكم خايف على نفسك. نيجي في الدقيقه اللي هي تقريبا حاجه و80، هذا اللاعب ارتكب مخالفه تستوجب بطاقه صفراء. مفيش فيها هزار، مفيش فيها كلام، بدون ان الفار يقول لك. اولا ده سلوك، هو الكره القدم بتلعب بالرجل مش بالايد. مظبوط. لما اللاعب يروح يستخدم الكوع او الايد في وجه اللاعب، هنا اقل شيء يا كابتن احمد البطاقه الصفراء. لا مش صفراء كابتن، ده كارت احمر. ده اقل، انا بقول اقل شيء. هو يحمل البطاقه. طب انا هديك مثال، مصطفى محمد في تركيا، في تركيا الكره اللي طلع لعبها ودي بايديه برضه، خد كارت احمر على طول. انا بتكلم كده، القانون في كل العالم واحد. انا معاك، انما انت هنا يعني هنا مشينا عارف ايه براحتك. يعني أنا عايز تدي ده انذار، عايز تتغاضى، مش عايز تجيبه. انا بتكلم عايز ايه، هو عنده انذار اصلا يا كابتن احمد. يعني اقل شيء هنا لابد ان اشهر الصفره في الحمر في هذه الحاله اللي هي تمت امس. يعني انا بقول لحضرتك اختلاف المعايير وحكام كبار وحكام على الفار. يا جماعه لا، لابد ان احنا النهارده نشتغل شويه على نفسينا، لجنه الحكام تشتغل شويه مع نفسها، اللجنه الفنيه تشتغل وتفعل دور اللجنه الفنيه. لان المشكله مش مشكله تعيينات الحكام وفقط وخلاص، لا، احنا لجنه الحكام قوام كبير النهارده. لجنه الحكام المصريه لابد النهارده تنشر الثقافه التحكيميه، تجيب الاخطاء اللي حصلت امبارح واللي حصلت النهارده، تقعد مع الحكام تشوف ايه الصح وايه الغلط. لان احنا عندنا لسه الدوري جاي. صحيح. طبعا بنقول التوفيق طبعا للتحكيم تاني، واحنا هنا مش بنهاجم حد يا كابتن ايمن. احنا صحيح. مع الحكام وساندين جدا ومساندين جدا للتحكيم المصري. مزبوط. بس الحكام تشتغل شويه. صحيح. على نفسها. شكرا جزيلا لخبيرنا التحكيمي الكبير كابتن ناصر عباس. وبنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وغزل المحله والتي انتهت بفوز غزل المحله 1-0. مبروك لغزل المحله وحظ افضل للنادي الاهلي في المباريات القادمه ان شاء الله. حابب اشكر ضيوفي الكرام اللي شرفوني النهارده، كابتن شريف عبد المنعم. الف شكر يا كابتن، شرفتنا. شكرين يا كابتن ايمن، التوفيق للمباراه الجايه ان شاء الله. كابتن عادل عبد الرحمن، الف شكر يا كابتن، شرفتنا. شكرا يا كابتن، واتمنى الفار يهتم شويه بالنادي الاهلي لان عمره ما بيدي له حاجه.
باذن الله. كابتن علاء مهيوب شرفتنا يا كابتن، الف شكر. شكرا يا عم، شكرا. كابتن احمد بلال شرفتنا يا كابتن، شكرا. كابتن ايمن النهارده لك نادي الاهلي. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى. واستوديو تحليلي اخر لكم مني، اطيب المنى وارق تحياتي.